في بادرة إنسانية نبيلة تعكس روح التكافل الاجتماعي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن دعمها الكامل للشاب الريادي محمد طارق محمد عبد الرحيم من محافظة الغربية وصاحب مشروع عربة الشاي والقهوة المتنقلة، والذي واجه مؤخرا تحديات أدت إلى سحب عربته وتصدر قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال استقباله في مؤسسة حياة كريمة، قدمت المؤسسة دعما ماليا للشاب لاستكمال مشروعه وتطويره، إيمانا منها بأهمية دعم الشباب الريادي وتمكينهم من تحقيق أحلامهم. كما أعلنت المؤسسة أنها ستوفر للشاب الرعاية والتوجيه اللازمين لضمان نجاح مشروعه واستدامته. من جانبه، أعرب الشاب محمد طارق عن امتنانه لمؤسسة حياة كريمة على دعمها له، مؤكدا أنه سيمكنه من تحقيق حلمه وتطوير مشروعه، متعهدا بتحقيق النجاح في المشروع.